حين تعزف أمة عن القراءة تكسد فيها سوق الأفكار وينحسر الإبداع وتضمر الثقافة. ثقافة من أهم ركائز أي مجتمع لحتى يرتقي. بجملة موجودة على موقع الرسمي لوزارة الثقافة الأردنية تحت بند هدفنا أو هدفها الوطني، وهو بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار وذو إنتاجية مرتفعة. من هون بدي نبلش محاورة ضيفنا اللي اليوم أسعدنا جدا بتشريفه لنا، الدكتور غسان طنش، مدير مديرية الهيئات الثقافية والمساعد الأمين العام للشؤون الثقافية والفنية في وزارة الثقافة. دكتور غسان، يسعد صباحك. صباح الورد، حياك الله يا سيدي، شرفتنا لليوم. صباح الورد عليك وعلى وطننا الجميل إن شاء الله. إحنا سعيدين بلقائك. بدنا نبلش الحوار الجميل مع حضرتك، بس بدنا نشوف هذا الفيديو عن مبادرة أطلقتوها. نعم. موهبتي من بيتي. خلنا نشوفه مع المشاهدين سوا. موهبتي من بيتي، استثمارا لوقتك في البيت وانسجاما مع رسالة وزارة الثقافة في تحفيز الإبداع وتنمية المواهب. شارك في مسابقة موهبتي من بيتي، فرصتك للإبداع والمنافسة على 100 جائزة نقدية أسبوعيا. تشمل المسابقة المجالات التالية: أولا النصوص الأدبية، شعر أو قصة قصيرة. ثانيا فيلم أو فيديو يصور داخل المنزل. ثالثا الرسم والتصميم وفن الكاريكاتير والتصوير الفوتوغرافي. رابعا العزف والغناء. خامسا التمثيل والستاند اب كوميدي. إذا كنت ما بين 10 و25، بادر للمشاركة وعبر عن موهبتك من بيتك، وأطلق العنان للخيال على هاشتاج موهبتي من بيتي. 100 جائزة نقدية أسبوعيا. أرسل موهبتك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان هاشتاج موهبتي من بيتي. للمزيد من المعلومات الاطلاع على موقع وزارة الثقافة www. ورجعنا بعد ما شفنا فيديو هاشتاج موهبتي من بيتي. طبعا الثقافة عطوفتك هي أهم إشي وأساس كل المجتمعات. أكيد. وكمان استغلال الوقت، ونقول استثمارنا للوقت، وهي شغلة من المبادرات اللي طلعتوها نقول بفترة كورونا. كيف كان دور وزارة الثقافة وتعاملت من خلال مثلا مثل هيك مبادرات مع كورونا؟ شكرا جزيلا ستي. أنا راح أبدأ تعليقي أو إجابتي بفقرتين بسيطات. بدي أقتبس من رؤية وزارة الثقافة: ثقافة وطنية منتمية ذات بعد إنساني. هاي بالرؤية، بالرسالة، برسالتنا إطلاق إبداعات الأردنيين. طبعا وزارة الثقافة جزء من جسم الدولة وجزء مهم، وتحظى برعاية ملكية سامية، وأكثر واحد يعني أكثر واحد حامل رسالة الوطن الثقافي هو جلالة سيدنا من خلال خطاباته، من خلال اللي بلقيها بالأمم المتحدة، بالكونغرس، بالمنظمات الدولية، بالمنصات العالمية. فوزارة الثقافة اقتداء برؤية سيدنا وتنفيذا لرؤية الدولة أيضا كان عليها دور كبير في خلال فترة جائحة كورونا اللي اجتاحت العالم، وما في مجال لأي مؤسسة أو سواء كانت وطنية أو أهلية، المجال الاستكان يجب أن يتكاتف الجميع من أجل تجاوز المحنة. طبعا طلابنا وأطفالنا كانوا موجودين بالبيوت، وزارة التربية والتعليم ما قصرت، يعني أطلقت منصات التربية والتعليم ومنصات الدروس. أنت بحاجة إذا تعبئة فراغ معين ما بعد الدروس، تعبئة فراغ اللي الأطفال كانوا يشوفوه بالمدارس، يشوفوه بالأندية الصيفية، يشوفوه من خلال اتصالاتهم مع أصحابهم إلى آخره. أطلقت الوزارة وكانت شريك لعدة مؤسسات وشريكة للفن بشراكة من الفنانين والكتاب والأدباء، أطلقت مسابقة موهبتي من بيتي. المسابقة يعني لاقت صدى إحنا تفاجأنا به بوزارة الثقافة. يعني تصور بأنه عدد المشاركين فاق 100,000 مشارك من أطفال الأردن. والأهم من ذلك كله، بديش أطول بالموضوع لأنه موضوعات الثقافة بدها سرعة بالكلام. الأهم من هذا كله ما أنتجت هذه المسابقة، أنتجت لنا مجموعة من الفنانين والكتاب سواء بمجالات الغناء أو بالمسرح
أو بالكتاب الأدبي بمواهب من أجمل ما يمكن. وزارة الثقافة لم تترك هذه المواهب. الآن وزارة الثقافة قامت بإعداد مشروع وستبدأ بتنفيذه أو بدأت بتنفيذه، وهو رعاية هذه المواهب الفائزة. تبنيناها نعم. يعني الاستمرار مع هذه المواهب ورعايتها. أيضا سيتم تشغيل اعتبارا من بداية أيلول مركز تدريب الفنون التابع للوزارة أو معهد تدريب الفنون التابع للوزارة بهذه أو الحقول المسرح وحقول الدراما وحقل الرسم والفن التشكيلي والموسيقى والغناء بأبعادها كافة إن شاء الله. نعم. يعني دكتور، فكرة صدقا مبتكرة، وخصوصا إجت بوقت بأمس الحاجة لأيلول كانوا الناس. نعم. لو بدي أحكي اليوم عن اللي تفضلت فيه رؤية الوزارة عطوفتك، كيف بتتبلور على أرض الواقع عن طريق المشاريع، مشاريع الوزارة لو بدنا نحكي عنها؟ طبعا قلت لك أنه إحنا مهمتنا رعاية الفعل الثقافي الوطني وإطلاق الإبداعات الأردنيين. نعم. يعني وترويج المنتج الثقافي الأردني وتوثيقه والنشر والإصدارات، يعني كل المال المرصود أو كل المخطط الموجود في وزارة الثقافة هو موجود لتقديم الخدمة الثقافية للمجتمع الأردني، ابتداء من المبدعين الكبار ولغاية الأطفال. ولغاية الأطفال، يعني كل فئات المجتمع، كل مناطق الأردن مشمولة في خطط وبرامج وزارة الثقافة. في عندنا برامج تخص الكبار وكبار المبدعين، مؤتمرات، جوائز الدولة إلى آخره. نعم. في عندنا برامج تخص فئات المجتمع كافة، البرامج الموسيقية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات والبرامج التوعوية. في عندنا برامج تخص المحافظات مثلا والمناطق البعيدة. احنا عندنا مشروع مدن الثقافة الأردنية الآن أنهى مراكز المحافظات والآن موجود بالألوية يعني فكرة الثقافة بالأردن وصلت إلى أرجاء الوطن كافة. رائع. ويتعاطى يعني الذي يتعاطى يعني يتعاطى المواطنين الأردنيين مع الثقافة في المحافظات كما يتعاطى أهل عمان، يعني لم تعد الفعل الثقافي محتكرا. أيوة. في العاصمة. نعم. بالعكس، وسائل التنمية الثقافية وكل ما يخص التنمية الثقافية مثل ما هو موجود بعمان موجود الآن. دكتور، هاي نقطة يعني بصراحة جدا مهمة، ونرى آراء كثير ناس برا عمان بحكي لك كل شيء محصور في عمان. أبداً. فدوركم جميل. أبداً. الله يعطيكم الآن العافية. الآن إحنا يعني بدي أعطيك مثال مثلاً. فضل. النشر والإصدارات، الكتب الأدبية والفكرية والإبداع وكتب الإبداع. نعم. كانت فعلاً في وقت من الأوقات محصورة على فئات معينة اللي بيعرفوا يتعاملوا مع وزارة الثقافة وبتعاطوا مع وزارة. الآن ما في مخطوط بالمحافظات كاملة إلا موجود بوزارة الثقافة وتم تقييمه وتم استقطابه وتم تقييمه وتم نشر ما يستحق النشر. جميل. طب عطوفتك بالآونة الأخيرة عم بشوف إنكم عم بتركزوا على القراءة والمكتبات. نعم. يعني قرأت إنه في مشاريع مكتبة مثلاً الأسرة الأردنية. نعم. وأيضاً مكتبة الطفل المتنقلة. نعم. تحكي لي عن هذا الموضوع أكثر؟ طبعاً إحنا حكينا إنه إحنا مشاريعنا تشمل كل الفئات. يعني مشروع مكتبة الأسرة الأردنية جاء استهدف الأسرة الأردنية، مكتبة في كل بيت. الوزارة تعمل على شراء حقوق كتب من أمهات الكتب، سواء كان في مجالات الفكرية أو الرواية أو الرواية والأشكال الإبداعية الأخرى أو الفلسفة أو المجالات كاملة، مجالات المعرفة كاملة. نعم. بما يختص بالأسرة. بالأسرة. تطبع، تشتري الحقوق وتطبع وتبيع بكلفة زهيدة جدا. يعني الكتاب عندنا ب 35 قرش للكبار، تصور ديوان متنبي ثلاث أجزاء بدينار وخمس قروش. يعني من أجمل ما يمكن. بسعر مقبول. بسعر مقبول للجميع طبعاً. أي عائلة تقدر تشتري. طبعاً. جميل. طبعاً. وهذا المعرض يتم افتتاحه برعاية جلالة الملكة رانيا المعظمة، يتم افتتاحه في كل أنحاء المملكة في نفس الوقت. في نفس الوقت، يعني المعارض الموجود في عمان في المركز الثقافي الملكي موجود في كل المحافظات والألوية الأردنية، وموزع على مراكز ونقاط بيع، ومعلن عنه في كل مناطق الأردن.
عطوفتك يعني بس تعقيبا على هاي النقطة، هلا المكتبات بس عشان كمان الناس تعرف متواجدة منتشرة وين مثلا؟ بنفس مواقع المديريات الوزارة أو الوزارة مراكز البيع؟ مراكز البيع احنا مثلا بعمان عندنا 4 مراكز، مركز زها الثقافي، المركز المكتبة الوطنية، في مكتبة القويسمي، مكتبة أمانة عمان، في 4 أو 5 مراكز داخل العاصمة. نعم. في مركز في مثلا إربد فيها 9 ألوية، عندنا لا يقل عن 5 مراكز في ألوية المملكة، ألوية محافظة إربد، كذلك البلقة، كذلك الكرك أو معان إلى آخره، جميع يعني كل المدن الأردنية مغطى. الرئيسية والألوية الرئيسية مغطاة ويستطيع المواطن الأردني الوصول لها. جميل. طيب دكتور غسان، آسف على المقاطعة، شفنا الفترة اللي فاتت بهذه السنة احتفلنا بالمئوية لعمر الدولة، شو كان دور وزارة الثقافة بهذا الموضوع؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. طبعا مئوية الدولة نحن أنجزنا الكثير، ودولتنا من من أقدم الدول الموجودة في المنطقة استقرارا. نعم. يعني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نظام الحكم ونظام الدولة كامل مستقر منذ 100 عام، وأنجز الكثير للأردنيين وللأردن وللأمة العربية وعلى المستوى الإنساني. وزارة الثقافة يعني هي تبنت الإعداد لهذا المشروع بالتعاون طبعا مع كل وزارات المملكة وكل المؤسسات الوطنية وكل حتى كل الوسط الثقافي الأردني، دولة رئيس الوزراء برأس اللجنة العليا ونائب الرئيس اللجنة العليا هو وزير الثقافة. هناك برامج ومشاريع تقدمت بها الوزارات كامل، المؤسسات الوطنية والمؤسسات الأهلية، وحتى الأفراد تقدموا بمشاريع وتم تنفيذها وزارة الثقافة أيضا عندها برامجها الثقافية الموجهة باتجاه الإنسان الأردني. تركزت مشاريع المئوية الأردنية على التركيز على الإنجاز الأردني. نعم. على الإنجاز احنا كل مؤسسات الدولة مشاركة بالمهرجان، يعني مثلا الجامعات الأردنية ستنظم أو بدأت تنظم منذ بداية العام مؤتمرات وطنية عن الحياة الأردنية خلال 100 عام، سواء الحياة الفكرية. جميل. السياسية، الثقافية، البرلمانية، الحياة الاجتماعية إلى آخره، تولت هذا، وهذا سيقدم فيه بحوث علمية محكمة ترصد وتوثق للإنجاز الأردني خلال 100 عام وتستطلع المستقبل. وهناك بناء على يعني هناك خطط أو هناك يعني البحوث هاي ستتضمن تطلعات مستقبلية بإذن الله إن شاء الله. جميل. طيب الهيئات الثقافية، نحكي عن الهيئات الثقافية اللي مسجلة في الوزارة. نعم. وزارة الثقافة فيها حوالي 700 جمعية ثقافية مسجلة بموجب قانون الجمعيات من اختصاصها العمل الثقافي الأردني. هذه الهيئات الثقافية منتشرة في كافة أنحاء المملكة من فضل الله، وكان الفضل في هذا الانتشار أو في هذا التوسع بعدد الهيئات الثقافية لمشروع مدن الثقافة الأردنية. إحنا مننفذ مشروع مدن الثقافة الأردنية مش بأدوات الوزارة، عدد موظفي الوزارة لا يكفي أنك تنفذ برامجك، إحنا بننفذ، إحنا جهة راعية وداعمة ومساندة للعمل الثقافي. اللي بنفذ مشاريع الوزارة الآن وبقوم عليها هم المثقفين والفنانين الأردنيين والهيئات الثقافية ومنتسبينها في المحافظات. نعم. هم اللي إحنا عبارة عن جهة داعمة عفوا، وبتقدم دعم. الهيئات هذه تخضع إلى تقييم سنوي، وبتم توجيهها باتجاه أنه تستمر بعملها أو تكون ماشية ضمن الأطر القانونية وناشطة. والحمد لله رب العالمين، وزارة الثقافة تمتلك علاقات ممتازة مع المجتمع الأردني في كل المحافظات من خلال الهيئة الثقافية والدور اللي بتقوم به الهيئة الثقافية في مجتمعاتها. جميل. يعني طفتك الواحد يسعد بسماع التعاون الموجود لما تفضلت من المثقفين والكتاب مع الوزارة اللي دورها جدا رائع. دكتور، لو بدي أسألك أحد أدوار الوزارة رعاية الأنشطة الثقافية والاحتفالات، كيف بتم ذلك؟ يعني أنا اليوم، وكيف ممكن أنا مثلا أشرك وزارة الثقافة بهذا الموضوع؟ في وثائق مطلوبة؟ في شروط معينة؟ كيف ممكن؟ يعني وزارة الثقافة يعني أعمالها مسهلة وميسرة، فاتحة أيديها للجميع بشكل كبير جدا، ما شاء الله عنكم. ما في حواجز في وزارة الثقافة، قوانيننا وتعليماتنا واضحة،
ومستحبة وما في ملاحظات علينا من أحد، يعني ما في عندنا اعتراضات على نظام النشر أو نظام أي نظام مثلا إلى آخره. الرعاية مفتوحة لأي عمل ثقافي يستحق الرعاية ويستحق الاهتمام. تدرسوا حتى الأعمال الثقافية؟ إحنا طبعا في عندنا لجنة تقييم للمعارض الفن التشكيلي، لجنة تقييم للمؤتمرات، لجنة تقييم، يعني كل القطاعات اللي بتتقدم عندنا للرعاية وطلب الدعم، حتى في عندنا مديريات وخبراء مختصين بدرسوا، حتى في عندنا طلبات ونطبق تعليمات أو منطبق معايير دولية يعني على المشاريع تبعتنا. جميل. من خلال بيتقدم بطلب وفق الأصول له شكل، وبده يتقدم موازنته وأهدافه والفئة المستهدفة وخطته التنفيذية، يعني المعايير المتبعة في كل الجهات اللي بتدعم وبتقدم رعاية للمشاريع للمشاريعها. في عندنا أشخاص مختصين ومديريات مختصة، وفي عندنا كمان مقيمين من خارج الوزارة. الوسط الثقافي بيشاركنا بتقييم هذه المشاريع إذا احتاجنا تقييم من خارج الوزارة، وبتم تقديم الدعم والرعاية وفق اللي موجود عندنا، المال الموجود أو المخصص موجود، زائد وفق النتيجة اللي بيحصل عليها المشروع. حتى المشاريع والجهات اللي تقدم لنا مشاريع يعني ذات سوية بدها تحسين، إحنا بنشتغل معاها ومنحسن شغلها ونمشي معاها، يعني بنمشي معاها بحيث إنه طالما هو عنده نية وعنده رغبة في إنه يشتغل بالعمل الثقافي أو يقدم خدمة ثقافية، ما مسكر الباب، ما مسكر، بنضل على تواصل بحيث إنه هالخدمة تتحسن. ما شاء الله عليكم، يعني حلو إنه في دعم هالقد منكم. وكمان مثل ما حكينا يعني قبل ما ننهي، أول شيء شكرا لتواجدك معنا. العفو. والإشي الجميل إنه إحنا بكورونا اللي أثرت على كل مجالات الحياة، وفعلا وزارة الثقافة عرفت كيف تتعامل ونطور ونستفيد من هذا الموضوع، بدل ما يكون سيء نقول لا، طلع فيه منه شغلات كتير واكتشاف مواهب وأشياء يعني كتير حلوة. بصراحة أنا بفتخر بوجود وزارة الثقافة يعني ومثل شخصياتكم. شكرا. يعني احنا كمان نفتخر بالإعلام. الإعلام هو شريك أساسي للفعل الثقافي، و A1 TV وكل وسائل الإعلام وسائل محترمة ومقدرة، وسائل وطنية. تسلم. وإحنا على استعداد للتعاون الكامل وبأي وقت بإذن الله. تسلم. شكرا لك دكتور. دوركم سامي وفخر. أجمل ما يلفت النظر بصراحة هو الدعم. يعني بهذا البلد أنا دائما مقتنع وعندي يقين أنه رأس مال الأردن بشبابها. نعم. عندنا ثروة عقلية، فحلو كتير نشوف يعني الناس عم باخذ بإيد الناس اللي عندها ثقافة. نعم. بتفكر. فدوركم رائع جدا، بدنا نشكرك لحضورك. شكرا جزيلا لكم، أنتوا اللي بتستاهلوا الشكر والله. الله يسعدك دكتور. شكرا.